شكرا السيد النائب المحترم والسيد النائب المتتبع لطرحكم السؤال. يقول المملكة المغربية تعيش في ظلام دامس، لان بديتي بالقرى وكملتي بالمدن. اولا بغيت نصحح واحد القضية جات في السؤال ديالكم، الضجة اللي تكلمتي عليها ديال بعض الشركات الأجنبية ما عندهاش علاقة بالمكتب الوطني للكهرباء. المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية استراتيجية لبلادنا وقدمت واحد خدمات كبيرة لبلادنا في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب. السؤال ديالكم تتسولوا واش كاين برنامج، المكتب عنده برنامج فيما يتعلق بالعدادات ذات الجهد المتوسط والجهد المنخفض، فيها الفحص والمراقبة الأجهزة، فيها كذلك محاربة السرقة، توفير المعطيات للرد على شكايات الزبناء، تأكد من فعالية دقة العدادات الكهربائية المستعملة، وتوفير المعطيات لمراقبة جودة الشبكة المحلية. والآن عندنا شروع في اقتناء عدادات رقمية للزبناء اللي تيستهلكوا أكثر من 500 كيلو وات، وكذلك ابتداء من أكتوبر إن شاء الله غيتم تسليم 140 ألف عداد من الأداء المسبق من الجيل الجديد. وهناك خدمة جديدة ستطلق قريبا بصفة اختيارية اللي بغى يقرأ ذاتيا العداد ديالو ويتواصل عبر الانترنت ولا عبر الوكالات مباشرة مع المكتب الوطني. خلال هذه الثلاث سنوات 2013 حتى 2015 تم تشغيل حوالي 300 تقني جديد مكلفين بقراءة العدادات. شكرا السيد الرئيس.